بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، ما بعد. وحين نحل يسوم الري علماء المسلمين خاصة مذاهب أفرتا وأي وحي قبام محاضرة يكس عتي بلانكيت مثل الذي الجهل بالعذر، العذر بالجهل ما نجد في مسائل الكفر والشرك وحيكق بين بان حال صوب اللوني ومسلية الضباط أهي. وحين تلماني إن لو قيبين كرو اللبا كوحود علماء فقهاء ذا قضية دان موقف كدوكاء دان لبا إن لو كلجمين كرو علماء بضان وكمدا مالكية ذا إيو أحنافتا يا فقاد قيب كلبا إن إطلاقان إن أحد لو عذر دار إن جهل وكجاهل هاي مسائل كفر يا شركة كله قله وحن تلمان أي دعي كرتو إطلاقات كاس إن قيود أي لا هاي إن السدات هنا وظاهر عباراتهم خاصة مذهب كحنفية يا مالكية نقول أنت أكو صاب سنة وين سوقوري أو حنو قد بيننا طرف كي لبات علماء مسلمين تا مذاهب الأربعة كوساب سنة قد مودو إن يهين سيدة أبداً يهين بقى إدلاقات كودة قول كامرك وحورنا يا مسائل كإن لو قيب اللبا قيبوت روح الجاهل كألا في تركيس ولا إيغو حالة ديسة ماشي أو كنو لهاي إيو ماشي جوغان اللقيمة إيو مركا مسائل كو حيو قيبين هيان مسائل معلومة من الدين بالضرورة مر وحيورن هيان مسائل ظاهرة مر وحي أرانيا ضروريات الدين، مر وحي أرانيا الخطأ في الشرائع والجهل في الشرائع والخطأ في التوحيد. أضو أنواع فربضان مغعية بضان بانو جدا وكل الدوام بيكو إطلاقان لكن نحر كي معناه توغان هيان هال شيء ويا. جاهل كلف تركيس هو إيجا هيان وحيليه منين هذا كهر إسلام أهان جري أو إسلام ما كل شيء وقديم الإسلام أها وهو إسلام كسوق له حتى دوسو كده لانين وهو إسلام أما كده شيء مية مسوانين هاد الدين تسوق له كعصب وإيه هي بن كم مكان كي يدار تكو كوري مر كي فيرنا يا نهضنا وحيري منين وضن إسلام كسوق كوري وجوجا مسوانين دار كفرية وضن قال رح جوجا أن إسلام إيه مسلمين أرق منين مسلمين تكو رح كوري مسوانين مر إهجت علاء يرجعون يمل باديو إسلام كي علوم ده كفه كو كوري كدمنا أيضاً أسرة قالين إنه الله حي علماء يا مسلمين تا حالها سيفيرن هيا علماء أوه الرئيس قد مرك هذا يصير أتاي إنك دين الإسلام هو كعصو أما مال مسلمين تكفك وكب حسن مجالوين ككورة كدي من أيضاً أسرة قالين إنه مسلمين الله حي رأو مخالطة يو أما دين تكعصو أما وطن قال ككورة دين توحي كقف بوالله عذر داري بالتاجين وأن وادو إسلامي حديث عهد بالإسلام أما دار كفر بوكو كريبا نشأ في دار كفر ودن قالوا هذا علم إيه دين إسلام كما جرو وجهل قاكوب بدن حقا نموسا تمكنين إنه علم إيه دين تراتسدو أما ودن إسلام بوكو كري لكن ميل مية وإرقو أنه هيجد عدلاء وأن علماء إيه مسلمين كدوين بوكو كري ومن سورة قالين إنه علم إيه تراتسدو أما قارو هذو سداي هاي ونشأ ببادية بعيدة عن الإسلام والمسلمين في دار كفر وحرب حديث عهد بالإسلام سدا هدوية هاي مسائل كمعلوم من الدين بالضرورة هي مسائل كخفق أبا ولو عذر داري ويتاقين هدو كو خلدما وحالي ورواد خلدان تيها وشا كنقو سدا سدا ويدينتو انت اللو شيقي هدو مران ككينو بعدما اللو عديي هدو مران ككينو مركز الله تكفيرنا هاي إن قاصقو الأصل وفيه الجهل واللو عذر داري لكن إن لو عضي الله بيام يكليا كفلا وحي إنتا قدم بي هدو تشقشق يا مران إيو قرن ما إيه هو شمان فاهمين شكع الله هيسان إيو ورجال اللي حذي ورك أو كانوا مركز على الحسابين هيا نين كاس ما شاس يساري واسيق المسائل كلوك على قيب الماي وحاسوها ري نين كاسقو قديم الإسلام إسلام ككل شيء أما واهرب إسلام وضن إسلام كسوكري
ninka asagu noocaasa ee qadiimu lislaama waddan islaamna ku soo koray culumay islaamna dhex joogay asagu waa la kala qaybin masaa'ilku ku khaldamay masaa'idu ku khaldamay ama masaladu ka jaahil noqday ama kufrigu ku dhacay muxuu ku saabsan yahay haddii uu masaladu ku khaldamay ay tahay masalo culummadu un mooyeen iyo xerta mooyeen caamada muslimiintu aysan ka warqabin waa loo cudurdaari waa loo sheegi bacdamaa loo sheegay wixii ka dambeeya lala xisaabtami hadday laakiin masalo weyno macluumin adiini bidaruura sida salaada wujuubkeeda zakada wujuubkeeda soomka waajibnimadkiisa xajka khamradu inay xaaraan tahay ribadu inay xaaraan tahay zinadu inay xaaraan tahay masaa'ilka iska cadcad hadduu ku khaldamo ama uu ka jaahil noqdo asagoo waddan islaam ku soo koro ama waa horaba islaam ama islaamba ku dhashay bimujaradi uu inkara salaadu inay wujuub waajib tahay bimujarad u dhaho zinadu way bannaan tahay bimujarad uu yidhahdo khamrada bannaan baa la takfiirinhayaabal waabaad gaalba ka asagu kii asagu marka qadiimulislaam ahaa ama daaru islaam ku soo koray masaa'ilkii bay laba ugu kala jabiyeen masaa'il daahira jaliya macluum min addiini bidaruura oo nin muslimiin dhex jooga uusan ka jaahil noqon karin iyo masaa'il min cilmi alkhaasa oo kale ninka wax dilay inuusan waxba dhexlaynin ana alqaatila yumnacu min almiraath wadaaduun baa yaqaan ayeydu inay sudus dhaxasho haddii hooyo la waayo wadaaduun baa ka warqaba gabadhiyo eeddadeed inaan laysla guursanaynin waa min masaa'il alkhaasa culummadu baa ka warqaba gabadhiyo habaryartee laakiin innaga soomaalida ah masaa'ilkaasi waa macluum min addiini bidaruura cindana kuwa aan ku gayin oo labaatan kala tirsataan baadihi maba meherba ima qabta gayaanka waa walaashay meeqaad kaa odayga toddobaad baan iskugu nimaadnaa soomaalidu marka haween kaloo iyo ka cararaanba masalada xagga guurka ah soomaali kama jaahil noqoto islaantan maxay ahayd oday adeerkii ah bay u ilma dhashay marka gabadhaasha dhashay aabbaaban adeer baaban u ahayba ama walaashay weeye guursan maayo ayagu marka hawshaa guurka waxaad moodaaba cilmi goono ay u leeyihiin hawshaa haweenka aan gayin soomaalidu ma aqaan meel ay ka keentay masaladaasi dadka wax kaga fiican arki maysa waaba ku xadgudban mukaalaad bay ku sameeyeen almihim masaa'ilka yaryarkee hoose ee daqiiqee min alcilmi adaqiiq aw alkhafiy aw cilmu alkhaasa ay fuqaadu u bixiyeen waa loogu cudurdaari ninka islaam ku soo dhex koray ama waa hore islaamay laakiin masaa'ilka weyn hadduu ku khaldamo bimujarad uu inkiro wujuubka ama taxriimka uu inkiro ayaa la takfiirin bay taagan yihin madhab alfuqahaa marka sidaa inuu u badan yahay baad moodaa ragga u horreeya qadiyadaa tilmaamay tafriiqa masaa'ilka in la kala qaado aalimaam abuu xaniifa ka mid a yaa u horreeyaad moodaa sida ku sugan kitaabka sharxu fiqi alakbar safxada 207 badaa'icu sanaa'i mujaladka 7 132 waxaa kaloo sidaa tilmaamay tafriiqa isaga alimaamu shaafici masaa'ilka la kala qaado masaa'il aan jahli gelin oon cudurdaar gelin oon ta'wiil gelin iyo kuwa u galo cilmu alkhaasi iyo cilmu alcaama alimaamu shaafici imaam ahli sunna waaljamaaca kitaabkiisa alrisaala taxqiiq axmed shaakir safxada 357 safxada 306 waa kaga hadlo ragga qaadaa dhigay qadiyada waxaa ka mid ah alimaamu alkhataabi xamd bnu suleymaan oo geeriyooday 388 maanici zakaadkii xilligii saxaabada ayaa isagu wuxuu qabay inay buqaad ahaayeen waa ra'yi khaldan oo lagu naqdiyey oo lagu baabaashay waxaa laakiin naga khusaya waxaa weeye maanici zakaadkii xilligii saxaabadu wuxuu yihi lama takfiirinin buqaad bay ahaayeen saxaabadun baa isku xaabqaaday mooyeeni asaalatan xugum ahaan waa kala duwanaayeen laakiin maadaama ay dagaalameen qitaal la galeen wixii xabadrid oo dhan bay saxaabadu isla jabiyeen iyagu buqaad bay ahaayeen haddii lay weydiiye buu yidhi oo la yidhahda maxaa nimankaa loogu cudurdaari wuxuu yidhi xadiidu cahdin bilislaam bay ahaayeen zamanu fatraa dhacday nabigii baa geeriyooday sharcigaa degahayoo qayb la nasakhay qaybna la sugahayay xaaladaasi hadda ma jirta bu fa ama alyowm xuruuftiisi faqad shaaca diinu lislaami wastafaada cilmu wujuubi zakaati xataa carifahu alkhaasu waalcaamu washtaraka fiihi alcaalimu waaljaahilu falaa yucdaru axadu bita'wiilin yata'awalu fi inkaariha وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئا مما أجمعت عليه الأمة من أمور الدين
إذا كان علمهم منتشرا كالصلوات الخمس وصوم رمضان والاغتسال من الجنابة وتحريم الزنا والخمر ونكاح ذوات المحارم في نحوها من الأحكام، إلا أن يكون رجل حديث عهد بالإسلام لا يعرف حدوده، فإذا أنكر شيئا منه جهلا به لم يكفر، وكان سبيل أولئك القوم في تبقية اسم الدين عليه. فأما ما كان الإجماع فيه معلوم من طريق علم الخاصة كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها، وإن قاتل العمد لا يرث، وإن للجدة السدس، وما أشبه ذلك من الأحكام، فإن من أنكر لا يكفر بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها في العامة وتفرد الخاصة بها. معالم السنن في شرح سنن أبي داود من جلك اللبات سديد إلى سقال سبحان الله. كتاب الزكاة باللوس هو تفصيل غير بوبعيي وأنا فهمتين بيلتاي وحولي هاي مسائل كعام بحي الدين تين كعام بحي إنه أما واجبي هاي أما وشيء حرامي هاي عامدون كور قبان علمون كور قبان ننك إنكرة أما كجاهل نقضة أما تأوش هذا اللعور داري ماي والله تكفيرين هيا مسائل بضم بوشيغي، لكن إنك حديث عهد بالإسلام واللعور داري بعدما اللعور داري لا تكفيرين بواسق التاقين ياه مسائل كيجو علم الخاص أنا عندنا لقو تكفيرين مهيو سيدوك لو حكو عدي كتاب كيسا أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري مجلد ككوبات تضوبغ الأفرطاني الله إلى تضوبغ الأفرطاني يصدح سيدوك لو حامر القاضي أبو يعلى الحنبلي أصغنا وحكسه يقول تفصيل لي ركاكو صابسا نمانك الشيخ خمرة عبيب بان يستيق قدام المدعون إيو يرجع أيقون الزكاة الديدي الإمام ابن القيم باكسه يقول الشيخ قاضي أبو يعلى بدائع الفوائد كمجلد كصدحات كن يطبن إلى كن يكون يطبن سيداسك لو حامر الإمام الوفاء من عقيل الحنبلي وأصون علوم القرن الشناد يلحاد أها كتاب كيسا وحالقوس وقوريا تفصيل كأسقى المستوعب في فقه الحنابلة مجلد كاللبات صدح بغل أفرطني أفر إلى وحكى الدنبية سيداك لو حامر الإمام الحافظ ابن عبد البر إمام الأندلس والمغرب أصغنا تفصيل دير أو كوصاب سن تفصيل كيما مشافع أمر وكالي وأضر دير لكن أن لسوء رين كرين أيو كتاب كسكوش جامع بيان فضل العلم مجلد ككوباد شنب كونتون يتضبع إلى كونتون يسد عفوا كونتون يتضبع إلى كونتون يسد بكوش يقول حولي الله توحيد كإيو إلهي أسما دي سئي عدل إلهي إيو كربي كالي إلا عابد صلاة إيو واجبات كالنوع عاص وكلا إيو محرمات كسيدة الزنا إيو خمرضة إيو الربضة إيو قتل النفس إيو مسائل كنوع عاصا نينك كخل دما أما تأويش هذا أما كجاهل النغضة لو عذر داري ما يلهدو يهي روح وطن إسلام قصوى كوري أشخاص كفافاهي مر لبادو حوليه إن من لم يعلم بتحريم نقوش زيارة كنبان شيء كرر لكن نقل قدير مرجع إذن سينية إن من لم يعلم بتحريم الشيء فلا حرج عليه حتى يعلم إذا كان الشيء مما يعذر الإنسان بجهله من علم الخاصة حوليه روح هذا شيء كجاهل نغضة ولو عذر داري لنا التكفير ما هي لنا الدليل ما هي إلى وحي الله شغل الله برا وقورما ومركي مسألة ذاتها من علم الخاصة إذا كان الشيء مما يعذر الإنسان بجهله من علم الخاصة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أيضا صونا هل كاسا أصوك مريي التمهيد شرح موطئ مالك مجلد اللي حطب بالناس صفحة صدح بغولي أفر إلى صدح بغولي شن قد يدى رقف فهي قال لك وحاكم ذا الإمام ابن تغي العيد شيخ الحنابلة أصوك وركيس وأسكه بني هاي وحونا ليه يا عفوا إما قدام نجي ذا إما قدامة الحنبلة شيخ الحنابلة وركيس وحولي وجملة ذلك تارك الصلاة كوكه الله هاي ابن تغي العيد ولا من مذهب له ومالكي شافعي ودحية مرنا مالكي وكطاقة مرنا شافعي وعمر طلع وضك مذهبنا كتاب بكله المهم ابن قدامة الحنبلي إمام الحنابلة وحوله وجملة ذلك نمبا لوعد الدار يمد بان لوعد الدار إن أنكور يقدر يسبول أن تارك الصلاة لا يخلو صلاة أنك كتا وجوب كذي كجاهل نقض أما أن كجاهل نقض محا وحكمة محو يري شيخ أن تارك الصلاة لا يخلو إما أن يكون جاحدا لوجوبها أو غير جاحد فإن كان جاحدا لوجوبها نظر فيه فإن كان جاهلا به وهو ممن يجهل ذلك حديث العهد بالإسلام والناشئ ببادية عرف وجوبها وعلم ذلك ولم يحكم بكفره لأنه معذور وإن كان عفوا وإن لم يكن ممن يجهل ذلك كالناشئ بين المسلمين في الأمصار والقرى لم يعذر
أو لم يعذر ولم يقبل منه ادعاء الجهل وحكم بكفره لأن أدلة الوجوب ظاهرة في الكتاب والسنة والمسلمون يفعلونها على الدوام فلا يخفى وجوبها على من هذا حاله فلا يجحدها إلا تكذيبا لله تعالى ولرسوله وإجماع الأمة وهذا يصير مرتدا عن الإسلام وحكمه سائر حكم سائر المرتدين في الاستتابة والقتل ولا أعلم فيه خلافا وركي من قدام أنا آت بدرجة ستين بإلى تا وركي سواسك كوانية نينك وارد وسوي إسلامي أسوى نينكون أبور أما ميل مية أو مقالوين كي إسلام كيف كوكوري نينك وجوب كلو شيء يحكم كهاد ومرك هكذا مرن كأنا والله حكم هاي لكن نوضع الإسلام كصور بحكوري أو مسائل كان واوين الصلاة وكمتها كجاهل نقضي لو عذر داري ما هي حتى هذول شكتور قرن ما هي لقيت لقيسن ما هي ورجاهل بان هي ورلو باي لا تقت ورجيل بان دق جري ورحمالتنا ورجاح جبين جري لقيت لقيسن ما هي وشغله وادفعت باي لا تح قولي دارو ذي سيد كي الله ذا لا تقت يدا وكلنتي سياسيما سيد كي ولي سياسيما ما دين وهؤلاء دارو قصام يجتين وي ولم يقبل منه ادعاء الجهل لقد جيسن مهايبر وحكم بكفر أصول الجاهل بانكاه قرن مهايو الله الله بالله تكفيرين بول إنه قال يا الله حكومة هيا محاجرة أدلة وجوب الصلوات يو نحو وظاهرة سنة عضيس مسلمين تاكو إجماعي هذه قربة لتو كذا وحي أدوك الجاهل نقطة إذا بدركو كجر توي مرنا بالقرد جيسن مكذبات لله ولرسوله وإجماع المسلمين من كان محون نقن مرتد تجري عليها أحكام سائر المرتدين والدلي بعد الاستتابة ولا أعلم فيه خلافا بره علماء المسلمين تناهوش خلاف كما قبان انت انو كور قبابه مركز الحلولي ومذهب خوارج ويبقى الله يسلم وقتها كتاب الزكاة محكيل نركم مري الزكاة اي كور فمن أنكر وجوبها جهلا به أي بالوجوب وكان مما يجهل ذلك إما لحداثة عهده بالإسلام أو لأنه نشأ ببادية نائية عن الأمصار عرف وجوبها وجوبها ولم يحكم بكفر لأنه معذور وإن كان مسلما ناشئا ببلاد الإسلام بين أهل العلم فهو مرتد تجري عليه أحكام المرتدين ويستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل لأن أدلة وجوب الزكاة ظاهرة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة فلا تكاد تخفى على من هذا حاله فإذا جحدها لا يكون إلا لتكذيب الكتاب والسنة وكفره بهما عفوا الكاسوس مغني من قدام كتاب الزكاة باللغي زكاة آخر كتير هرنا كتاب الصلاة باللغي زكاة آخر يوحو شيخ كيداد شارب الخمر نبا خمرات داريو النوغي كد من حلو الجاهل بانا هلا يدايو قادوك من حلو قصمين من حلو كيد وإن ادعى الجهل بتحريمها حلو خمرة وان عبي جاهل بانا كاها وشك تصمى لقد قيسان مهاي نمانك يروج شمده كجرت إرجاق يتجههم كحق أن السلفيين تام عيدا أيوه. ما يا روح مربى هذا احتمال شئ إنه جاهل بيلور دوان ماي نين شيخنا يقول الشيخ دجاه اللقبان إياه أو سرك اللقين ولا أعلم فيه خلافه وإن ادعى الجهل بتحريم نظرنا فإن كان ناشئا ببلد الإسلام بين المسلمين لم تقبل دعواه لقد جيسن مهاي لأن هذا لا يكاد يخفى على مثله فلا تقبل دعواه منه فيه وإن كان حديث عهد بإسلام أو ناشئا ببادية بعيدة عن البلدان قبل منه لأنه يحتمل ما قاله مغني من قدام مجلك لابي الطبنا كتاب الحدود صفحة الشام بقول يكو زنا ذا يقاري زنا هدوده هو زنا استقرن مهاي قرما الحرام يلي إن ادعى الزاني الجهل بالتحريم وكان يحتمل أن يجهل كحديث العهد بالإسلام والناشي ببادية بعيدة قبلا منه لأنه يجوز أن يكون صادقا وإن كان مما لا يخفى ذلك عليه كالمسلم الناشي بين المسلمين وأهل العلم لم يقبل لأن تحريم الزنا لا يخفى على من هو كذلك فقد علم كذبه إن كان بين عليه وعد طيب المسلمين ما دحجوا تزيدوا قرن ويدي إن لقد يسمى يوحنا اللي حضر الله صار ورتبت كين زوال وأنك كرباشينا حتى لقوا فيني هذو إنكروا تحريم كانوا وبلدلوا واقف وإن ادعى الجهل بفساد نكاح باطل قبل قوله لأن عمر قبل قول المدعي الجهل بتحريم النكاح في العدة ولأن مثل هذا يجهل كثيرا ويخفى على غير أهل العلم مسائل خاصة وي باب الردة مركو تغي نفس الشيء بمري صلاة يصوم كي يحج كي وجوب الجهاد أحكام ورنب قصوى الله يا محرمات كي ظاهر كا وحولي
سبق الشرح هذه المسألة بول كتاب الصلاة بنقصه شرحي والزكاة كقصه الله في باب مفرد لها وباب تارك الصلاة ماش قدام بيس كتاب الصلاة باب كاردي جاي لوجوب ذكر لقصه الله أحكام تباب قدام بيو حكم تارك الصلاة يوقنتي ولا خلاف بين أهل العلم في كفر من تركها جاحدا لوجوبها إذا كان ممن لا يجهل مثله ذلك فإن كان ممن لا يعرف الوجوب كحديث العهد بالإسلام والناشئ بغير دار الإسلام أو بادية بعيدة عن الأمصار وأهل العلم لم يحكم بكفره وعرف ذلك وبينت له أدلة وجوبها فإن جحدها بعد ذلك كفر وأما إذا كان الجاحد لها ناشئا في الأمصار بين أهل العلم فإنه يكفر بمجرد جحدها أودي ذا الله تكفيرنا هي ماذا حل طابا وحوري كل صلاة كل يدمئه وكذلك الحكم في مباني الإسلام وهي الزكاة والصيام والحج لأنها مباني الإسلام وأدلة وجوبها لا تكاد تخفى على إذ كان الكتاب والسنة مشحونين بأدلتها والإجماع منعقد عليها فلا يجحدها إلا معاند للإسلام يمتنع من التزام الأحكام غير قابل لكتاب الله ولا سنة رسوله ولا إجماع أمته مرلبات وإنتو كل كسر عليين محرمات كظاهر كأها مغني من قدام جلد كالله يطمنات لبابا قطواتن يشن إلى تضوات تضو هوشا الشيخ سوافة فهي وحونا الشيخي إنا نوح خلافة وصن علماء الإسلام كأغين قضية ضائدة وحالقية ومركة قاركون إلا يجاهدو وذادو الناشي ببادية بعيدة يالليذيهين الناشي في دار كفر بالليذيهين زمن كعلم يراد فترة الله قال حق أهل توحيد يرادان سنة يرادة جهل قبطة بدعة قبطة خلاف قبطة لبك أردعه حال صلى الحاقين مهي وكسو قادم مينو روحي مركز في زمن الفترات نول سيدا حلقة أنه أي نول لوك لأين جوغنو سيدا ودبنا أي مرة هيا وهذا جوغ هوشان أول عليا من كسو قالنا كحديث عهد بالإسلام أو كناشئ ببادية بعيدة عن القرى والأمصار أو كناشئ في دار كفر وحرب أو مدينة الجهلية وحالينا صورة قلوي إلا إلحاقية لكن هو مسألة اجتهاد صورة قلوي إلا إلحاقية إينا إلحاقية صورة قلوي أضوها هذا هو شهر راعزه أود ذي أقوم تدلية ذا هي هالوجود دايو لكن إنك كوجود ديدا دا هتابت إنك هتكفيري محد كلي ذا إنك دا ها إنك هتابت تكفيرية سو أصور إن إنك قرلو لدايا ما إلا مسألة اجتهاد وهي قلب كلا لقود رسول إنك تكفيرية بقى كاجرلي وحكا كاجرلي يعني علم جوب قرموس وإن دراسي فقهاء المركي هوشن تقريرين هيان وقرما حلي دينه ظاهر طيبة ما يوازم الجهل وفتنة وشرك وكفر بالله أغلب من في الأرض غربة الإسلام بكجرين آخر كتاب كمدارج السالكين وعليم القيم وغربة الإسلام اليوم أشد من الغربة في مكة إسلام كربطة يصنع النبي محمد غربة يصنع نادر يوسوس كأون نقطي نفك أون نقطي وحيكدر أنت مالك مكة الجوية أيضا سيدة للي هاي والإمام أحمد أبو بكر الرازي الجصاص شرح مختصر الطحاوي وقرن هايو وحونا اللي انت صدح بقول يتضباطنك مسا كنتم تضباطنك ملاس وقيريود عن عمر النهزة 90 عاما تقريبا وعلوم القرن صدح هذه أفرد سوى ذا قاريوي وحولي هاي إسلامكم ما أنتم ميشو مري وحو مري نين مرتدى وإلهي كفري ودين تكتك وعضيستي إنسان لو فيرين واي أحكام المرتدين بان إسكشح يقايبا كميدو وان عضين بولي وحان إلهي كالرجين إن دولة إسلام الله كينو ودين تقولي ديدو وفعل لوتا وإلهي يا رسول كسوهي لسو أنس رئيسة المرتدين لقاها تابت سيدة هذا موقتبه لكن إن موقت أدرسك وبعيد بولي إن حاكمية مدحوينية خليف مسلمة وديك إسلام كجيرو وقال الله كشقية المرتدين لحي صابتما ويما دوا بعيد لكن حريص تلاه لقاما قوستبه لتاقيا وقورما إسلام كو سيدة غريب النقضي وننك توحيد شيئا بل لقول الله بحان أمال لحيلي بعروض أحكام تنكه الله أيان وحال الأقية ولي بحلو هذا إسلام كعلم جيسية أقونتي كورقب جيس مسائل كظاهر كواوي دقائق إقدائي ما أنت يدان أنت ما أنت يمزمه ومرك هوس لود دقوه
أحكامته وينك ورقب كذا عامضوا ما أنت سيقعد أولي قد بوما قارن وحاو إيان علماء الإسلام كأجيد وغرباء يجهل وقصوين يهاي إيا فترات ضدك حكومة هاي بان قد ينا دقها إذن طابرين هدان رهنا ما يدين كأقر له إيا أمسنا وان لنا مسألة اجتهاد وي حق ومالي إيا أضوك مضح تيري سؤد أضوات السنة بان هاي غير كينا وخارجي ليك الإسلام ككهري لهاي المسلمين تا أنا وانا محانا معتدل صاحب التوسط واعتدال هولها ماشي ما يالاني وذا الدهن حل لها هي مسائل كهلا هي النبي محمد بان ولا مساو بكر باتلنا هي مس عمر باو الحكومه هي مس المشركين بادون كهيست اي اشاعره اي ما تريديو اي نمن اهل القبلة لكن اهل البدع بدن انس باغ دمشق انتو تغي مراد لا روغي واس ديبا لا يري خو النبي محمد وان كبيسي ايسن ان غين كبيسي أي أيالان برو ليشيسنا أي موقدان رأت كسينا قيئي هاي يا دين تلقى تغيبو نبي ما أنت هادو صبحو وحي كل رقم هاي النبي وحبا كمان قرتين بول ووح خلاف دين النبي محمد إلا الصلاة صلاة دا أي وإذا تكن هاي بعد دين النبي كل رقم بول أبو الدرداء أصلا مراد إسلام الرقي صحابة النول با ويا هاي دين تولقت فترة عضو دين تولقت جتاي تاجنا انحرافات كان دسك ديزان وإذا دهنا الله كل ضياعنا قلد عالما تلقى الله سالما سالما ودا لا شيغا موقته ادي لا سو غدبو waxa weeye mas'alatu ijtihad weey ilhaq qad marka cirka la aday ku taalay al imam abu al khair yahya ibn abi al khair al amrani al shafi'i asaguna halkaas maraya madahibtu sidaas weeye wuxuu asagu leeyahay man wajaba alayhi as salatu wan kitab al bayan iska leeyahay al shafi'i al bayan fi sharh al muhaddab ومن وجب عليه الصلاة فلم يصلي حتى أخرج الوقت سئل لما تركها نبى صلاة كتبي وحلو رمح تكوي وقت جديد بعد بعور محا قول دعيم يلا المسلم زاد ما تقتل مركز الواجب يقوم فإن قال لأني أعتقد أن غير واجبة علي نذرت حال كسالة في رمو ننكان وربلوك هذه واجب يقوم ورب القبطة انترفيو بالله قال هي فإن كان ناشئا في بلد قاسية في بلد قاسية من المسلمين أو أسلم ولم يختلط بالمسلمين قيل له هي واجبة عليه وأن ينكر ما قال كفك مسلمين حقا أن أنت ما كون مسلمين وحق قاتل أما هذا صو إسلام إسلام ما له حق لين وعليه كالي واجب كوتي تكال ورنهاية لكن هو معذوري كوارد ماضي وإن كان ممن تقدم إسلامه وهو خالط للمسلمين حكم بكفره كاسوا قال بره لا حكم هاية لأن وجوبها معلوم من دين النبي صلى الله عليه وسلم بطريق يوجب العلم الضروري ويجب قتله لذلك فإذا قتل مسلم با كان ماله فإن للمسلمين ولا يرث ورثة من المسلمين ولا يدفن في مقابره قال مرتد وذي حقا نقين وصلاة من أحكام الشرائع وفقاد أبدايه جهل الأسبوع يردار يا ننكي مركز مطوك ناشق يحديث عهدي هذا نصوم الرقلاء زكذب قاري وحويري وضرب الثالث أصناف مانع الزكاة يعني منك الزكاة يكون منك الديدي بكسوها مزكين تأصناف عفوا وحور وضرب الثالث من لا يقر بوجوب الزكاة فإن كان قريب عهد بالإسلام أو ناشئا في بادية لا يعلم وجوب الزكاة فيها فإنه يعرف وجوب الزكاة وإن كان ممن نشأ مع المسلمين فإنه يحكم بكفره لأن وجوب الزكاة معلوم من دين الله تعالى من طريق توجب العلم ضرورية لكونها معلومة من نص الكتاب وسنة المتواترة وإجماع الخاصة والعامة فمن جحد وجوبها بعد ذلك حكم بكفره البيان في مذهب إمام الشافعي مجلد كاللابات 8 شيء إلى 8 لحبة الله بنكرة نووي شرح مسلم كأصنع محيور نفس الشيء من أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان زكاة واجب تائب وديدنين حلقا جوغة كان كافرا بإجماع المسلمين وقال بول بإجماع المسلمين مقدام حق زويري ولا أعلم فيه خلافا وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئا من أمور الدين إذا كان علمه منتشرا كالصلوات الخمس وصوم رمضان وشرح أسقونا شرح مسلم مجلد كوبات بقول تضواتا هي اللح بعض النسخنا مجلد كاللابات لابد بقول كنتني صدحنا ونقنية نصدق خلافا لكن الصلاة وهي مجلد كاللابات وهي الله بقول كنت يصدق عبروا مركها الكاسة علماء بمرين أصل كوحافة فاشو أصقنا الشرحي وقتنا كبعي ابن تيمية ومذاهب أنجرين لوتري يا أما إطلاقات لوحد قد باللوتري شرح العمدة
عمده فقه ابن دقيل أولها ابن قدام أولها مجلد كلابات صفحات كنتن يكو إلى كنتن إلى بوهالك أسوق مرة ولبا سوق حكود دري حتى هدو تأوش لقد جيسن ما يبو سواء صلىها مع ذلك أو لم يصلها وسواء اعتقدها مستحبة أو لم يعتقد وسواء رآها واجبة على بعض الناس دون بعض أو لا وسواء تأول في ذلك أو لم يتأول لأنه كذب الله ورسوله وكفر بما ثبت أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث به أصوح عليه وحبلا قد جيسن ما يدود أسهاد أنه أولي أنه انتان وردي ونوري ونظاهري بأنه قعي وهوله وباب كلو وبليت كذاب إما وصار رأنيك عامد يا شعبك يا مساكين تقول وكافر بول هذول صلاة وشيء مشروع الدين لكن سنة وواجب ما وكافر بول هذول لا يحاول رميسنا إنه واجب تهاي لكن أنا ما صارنا وحاول يوم وكافر وحكى استوى الشيخ كافر وين بتاعي هاي هذول وضع الإسلام بقصه كوري كتاب جزء أقول لافت الإمام الذهبي الحافظ شمس الدين الذهبي وحديث لقوله أصلا هو شو وصوق علي فإن حديث الرجال بانكو يستباب كواسوق ضلق بسويري وحول الإمام الذهبي إذا أسلم أهل الناحية من بلاد الكفر تعين عليهم تعلم أصول الواجبات والمحرمات التي تواترت ولهذا إذا زنى هذا أو شرب أو سرق أو سرق جاهلا عرف ولم يأثم وهل يعذر أو يعفى أو يحد فيه نزاع بين العلماء والظاهر درء الحد عليه بخلاف الناشئ بين أظهر المسلمين المدعي للجهل بالتحريم لم نصدقه ونحده بركازه فرقي قسم أصنع الكبار أوجي الدهب وحولي هاي هذا يقول يا إسلامان قبل دقنا وهران قالاءها وحواجب كائن أصول الدين برتان واجبات كواوين محرمات كواوين متواترين سيدا قدرت يقولي هذا إسلامي هذا زنا كل عام أما خمر عبان أما وحضان كدمنا ما كل هذا الجهل النقضان حكم كان له شيء من الدنبابها هي لأن الأصل فيهم الجهل ما لا تعزير ما لا جناحي مسوى العفي مس حد بلقوفين حد السرقة حد شرب الخمر هي حد الزنا حول فيه نزاع بين العلماء أنت وكبعي لكن إذا أنا إيه مقتبر وإن أنك حد لقوفين لأنه حوي وجاهل ومعذورة لكن إنك وضن إسلام كسوة كوري كدمنا إنه جاهل كي هشكت الزنا ده هي سرقة هي تجنيمة هي خمرة حرام نقد كذا لقيت لقي سن مبل حتى لقوا فنية حور ما بقرني حرام تاي ما إنكرني ما بقرني بجاهل بانا ادعى الجهل لا يصدق بل يحد سيدو قرن ويد إسلام بدح جوك تاي رسالة فرض طلب العلم مطبوعة صفحة لبات باللوغة مقدمة وكذا الله ابن رجب الحنبلي وأسوأ أن كوجا إنه حديث عيل كهذه الرجال مرنا إنك صو نين فقيه علوس وقواعد الحنابلة كتاب خطر وكقري وحور إذا زنى من نشأ في دار الإسلام بين المسلمين وادعى الجهل بتحريم الزنا لم يقبل قوله لأن الظاهر يكذبه وإن كان الأصل عدم علمه بذلك ظاهر جديد الإسلام بعد أحد جوكتين محل علم ورهد ومتمكن إن كان القواعد من رجب صفحة صدح بقول أفرتني صدح بسيدة كويلة ذا كتاب كان 40 كشرح يسوي في كلية وفي الجملة تحديث نعم بشير إن الحالة بين هوس ذا كفيرية وفي الجملة فما ترك الله ورسوله حلالا إلا مبينا ولا حراما إلا مبينا لكن بعضه كان أظهر بيانا من بعض فما ظهر بيانه واشتهر وعلم من الدين بالضرورة من ذلك لم يبقى فيه شك ولا يعذر أحد بجهله في بلد يظهر فيه الإسلام حلو مسائل كظاهر كالنوع عاصى نن شك اللي قد جيسن ما يجهن اللي بوعدر داري ما في بلد يظهر فيها الإسلام بلد إسلام كم ما قسم حتى مسلمين حكومة في بلد يظهر فيه الإسلام نك كو خلدما سيفتا كو خلدمي أبو إسحاق الشاطبي الأصولي ومرنا لقوم حفص مرة لقى عرسنا محوليه ولقد بلغني في هذا الزمان عن بعض من هو حديث عهد بالإسلام قل لي واده وثو إسلامي وحيقسوا قريب لأنه قال في الخمر ليست بحرام ولا عيب فيها وإنما العيب أن يفعل فيها أن يفعل بها ما لا يصلح كالقتل وشبهه قل لي واده وإسلام حيليم بخمرض وحاران معه لبكو حاوي مركز عبد تضلك هالليني هبت بودي هزيني سنين ما لها تضلك هاكو عراتمين هردع دعين لكن هذا أنت تقول إسكتك تسكن نوكته وقوشة إسكتك سيحاته لب ما لها يدي هذين واحد خمرة اللي ودي دي وانا مركز خمرة عبد أو إنسان كنت أنت أكل أو أمد الدردد وحكا استعاد شكت
يعني وحب الله يابي وحوري. وهذا الاعتقاد لو كان ممن نشأ في الإسلام لكان كفرا، لأنه إنكار لما علم من دين الأمة بالضرورة. حول كبر حن وعذر در رواء حديث عاد بالإسلام، لكن إن إسلام قصوا قرادوا يعني قال بنقول لها كتاب سأل اعتصام تحقق مشروع حسن سلمان مجلة كلابات أفر بقول تطبات تطب إلى تطبات نجدية على آخر شعب دوها بنصه الدقن وهوش سكوا بنتا. حوري إن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي كان حديث عهد بالإسلام، والذي نشأ ببادية بعيدة أو يكون في مسألة خفية مثل الصرف والعطف فلا يكفر حتى يعرف. مؤلفات شعاع عبد الوهاب مجلد كتضبال لو أبقى الأفرتن يا أفر. الإمام الأصولي شنقيط محمد بن شنقيط المفسر وحلو. وأما القادر على التعلم المفرط فيه والمقدم آراء الرجال على ما علم من الوحي فهذا الذي ليس بمعذور. منك متمكن كما معذور مؤهبون مر لبعض الشيخ ولي. إن الذي يجب الكفر هو إنكار ما علم من الدين بالضرورة، ومعنى الضرورة يعلم كل أحد من غير قبول إلا تشكيك فيه بحال كوجوب الصلاة وحرمة الزنا. آد بوسي أخي أفا يوش أيضا وحلا الله بنكرا أضاء البيان مجلد تضبات صدح بقول الكونتوني تضبه نتل ورود كيس شرح مراقي السعود مجلد كلابات أفر بقول يليح لأفر بقول يسديد آد بو قد يضاء أغاها الله. الإمام ابن باز رحمة الله تعالى عليه وحول الأمور قسمان، قسم يعذر فيه بالجهل وقسم لا يعذر فيه بالجهل. فإذا كان من أتى ذلك نيكو قد عائرين تأيضا إنكارك أما تركك أما حدك كفرك قد عائر بين المسلمين وأتى بالشرك بالله وعبد غير الله فإنه لا يعذر، لأنه مقصر لم يسعى ولم يتبصر في دينه فيكون غير معذور في عبادته غير الله. حوري لا بقى الرموضوي نين مسلمين كل حكور المسائل كان شرك كفر أكبر كي هؤلاء لو عذر لأنه هو مقصر أسقى وحبرا وين موين الدنيا دي يجيل يسوي ما تكذب يدكان كيس كم مشقولي علم يا معلم وهلا نقوشها نقول فرب بدنوي إن كبدن يلا ملاب كيد صاحبه عارض الجهل بافا هي أسقى الله يقول لابد نقول سنشيغينا واسوغور شيء إن بغانا أغشيغينا وانكتغي خلاصة الضباب كان وإنك صهر من نوحان لنا هاي علماء المسلمين فقهاء الأربعة المذاهب الأربعة مجتهدين تأيو كلام ماذا حبناها أيضا بيين مذاهب تاني أفرطا علماء دي كاغل قضية داني لبقو حطبا لوك لجمين كرا نمان أيو أسهل بقبة كفر إيا شرك أكبر عند اللي عذر دارم هاي مطلقا جهل وحون قال عذر دار النقدة في الشرعيات الشرائع شيئا واجب يا شيئا حرانا. أما إله جريتان كيسة توحيد كيسة أسماء دي صفات كيسة عدل كيسة هؤلاء هاني وهؤلاء حتى عرب أي كجاهل نقوم ويدو عنا اللي عذر دار ما الجهل في التوحيد لا فرق بين المعاند والجاهل والمخطئ والمتعمد والبواقال لمن هالكام مري نقول هاوشا تسكرتنا أنكسو قوريني رقاسي وحاه ركعة إن كستون مجتهد مطلق أو مضح بنان أويها الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري أسوه كتاب كيسة التبصير في معالم الدين وحولية صفحة بقول كوي طبعا إلى بقول لباطني أفر المها دوقان قارو قبرده هادي ديك بهش أما أي محوة هاي قان قارد دائهان أما ويلكو احتلام أما دانو قان قارو سادو قان قارد هادو إلهي قرأ قرواق سنوية توحيد كيسة أسماء كيسة صفات كيسة عدل كيسة قرنوية وكافر حلال الدم يقتل في الحل والحرم بوتاقية شيطان مالين كاد قاردو مال لقو كاد ما يصغل مال حتى إن أحمد حسوية صغل سيد عبد الله سي ما يبو ليه المهم مركو مميز النقضة أو وحا صغل قصا يا وحا كحن بأوكا لقرت وحا نبي يا وحا نبي نوكا لقرت ماشى نعف الجرية ماشى نبجر أوكا لقرت وحالا قربا إنو إله دين كي سكوها قاقو ليه سادو أبو لغة هدوها ولها سكوها قاقو واي وكافر بولي حلال الدم يقتل في العلو والعرم كأغريها القاس كتاب كيس قد يدى قد يدى كله حكوفة فهشا آيات صدانات من سورة الأعراف تفسير كيس فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم متخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. آيات داس وأصنا شرح هذا
kitaabkiisa at-tafsir fi macaalim ad-din hawshu ku sheegay hawl lamidu ku sheegay ama ku dhow markuu suuratul kahf gaaro هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا مكم مرة هينا أن جول بوكتاين لو كلا بعي ما لها تفسير سؤال الله أبو أصدق أبو شرعيات كهاسكو خلد مسائل التوحيد نينك كو خلد ما سيفتا كو خلد بوتاجين المها مركو قان جاره هدو جران وايو هذا اعتراض بقرمو وجوب كصوب تدبجير مركو عن كرها ورهولا من مرسار todoba iyo sideed toban markuu soo gaaro waa inuu ku hagaago maalin ku biyo duuliyo ama gabadhu ay dhig hesho haday tawxiidka ilaahay iyo cadligiisa iyo sifadkiisa ku hagaagi weydo waa kaafir u leeyahay wadaadka xaqiijinaya kitaabka sheekh cali ibn abdurrahman ash-shibli wuxuu leeyahay waa taxqiiq matin oo nafis ah asaga asan in lagu kala baxo wanaagsan buu leeyahay wadaad sacuudiyaan halkaas asagu maray ابن حزم باسوق رديو يقول نينك وابن وعلم با ابن جريد هو شيء سو ضد كورن با وذا قالوا بتاعي يعني كده بس ألف سال بوكور رديو أصلا هو قرن اللي حاد ابن جرنا هو قرن جسد حاد صدح بقول يطمن بجريو عن عمر النهزة 80 أو أكثر من ذلك أضو هو متهدين مطلقين وإسهاي واجرا ابن حزم ما لوش أبقى صدي ابن جرير أصلا مال آذي أما المذاهب الأربع فقاد يقول جدو لا بد أسلوك لجبين كرا نمن يريد جهل وعذر دار من نقضه في هذه المسائل الكبار مسائل الخاصة أي نقطة الجهل هي أن من إطلاق لقى فهمي وقبي أهم بجهل يدار منه في الكفريات ولا يعذر أحد في الكفر بجهالة وحد كفر بيهاي جهلك لو تحريمي هو لك أن أقل الله لكن مربه دو كفر ياهي جهل يدار منه أن من إطلاقه أن من قيبي وتفصيل قبه المسائل الكبار من اللي يقول يدار ماهي المسائل الصغار أما دقيق العلم والسكوك عذر داري ومركا تفصيل كي حالة الجاهل قديم هي حديث عهد هي في دار كفر دار إسلام ناشي ببادية مركا تفصيل كمركا سوء إيمانية نمان تفصيل قبئي نمان قبين بالا أورانكرا وحين أبدايهن هي تفصيل كنمان كقبا وركو إنها صلبو أورانكرا مركا نسوق بقبيني وحان لينا هاي حالي وحين الصوم مرّي إن بعلوماته فرع صدح المركب إنه مرة إن علوم إسكوها يعني كفر إيمانكم من باب خطاب التكليف مثلا مهم جدا حال برار الجنة من باب خطاب التكليف بقى مثلا من باب خطاب الوضعي كفر إيمانكم من أحكام الوضع مياه مثلا من أحكام التكليف مثلا ده أدبها الله إلنا قو نيكي مثلا ده حاله السوء فهمي حوران كرابة قبي قيدة من نوال بوق قال ما قد عقالوي وحلو عذر دارنا مجره صوت محيطها لأنه أحكام الوضع لما شرطية علمي لما شرطية قدره لما شرطية تعمد لما شرطية قصدي لما شرطية أهلية المكلف لما شرطية قبل أهم أسباب طائية شروط طائية موانع رخص كأي عزائم طائية بطلان كي استحادة مسائل كالنوعنا وحاول من فعل كذا فهو كذا وتعليق حكم بالسبب إلهنا سيدا صوت المامي من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره إلهي مسور من إلا المكره فلم يستثني في التكفير والكفر إلا المكره فمن لم يكن مكرها فهو كافر والأصل في الناس الاختيار فمن وقع في الكفر فهو كافر أصالة حال إنه صمر قد يضع فانتدى إلا دجيو مركا رمنا إنا مركا منات كأرور النفق هذا سيدي أبدايهن الأربع سقاكي وحلقوا تكفير وحان لنا هاي ننك كدعا شيء معلوم من الدين بالضرورة وجوب كيس إنكرا أما شيء معلوم من الدين بالضرورة تحريم كيس أنا سأل لجوج هذا تحريم كيس إنكرا أما إلهي أشرق يلا وحنفرين إن حقيقي كنا شيء في دار إسلام قرمو إسلامي قرمة كعب كعب قالوا يان لنا لا بد أن بنوجهنا بواه كافر بالله العظيم محاجرة لأن المسألة ومسألة هاي الظاهرة هو الناشي في دار الإسلام قديم الإسلام هنا وامحي منات كتكفير كواب السمي شو هو حابعي كرتين ومكره الأصل في الناس الاختيار شو هو حابعي كرتين ومتأولي هاي الأصل في الناس التعمد والاختيار وحاولوك لتبين يكتفى بالأصل مدك لتأولكم وقال ما شو وان قاردونا هبين دم إن شاء مثلا التأول وان قاردونا
baabkan baab jahalinimaba ahaba nin ku soo koray waddan islaam waa horena islaama iyo hooyadii islaamnimo lagu meheershay ama 20 abuuba tirsanayo macallimiin iyo fiqihebel iyo sheekhebel la tirsanaya haddana meeshan dhex fadhiistay baangadun baan ku boobaynaa mooyeen waxa weeye wax kale la weydiin maayo warka inaad fahdeen baa tahay fuqadu daabidkood halka waa fuud yahay ninka soo maray asagu waa madhab khitaab alwad'ina warkiisa waa ku siiyey oo madhab xoog badan ah xale waa naga soo maray ilmo yar in la yiraahdo waa gaab soo xale meenu soo maray ilmo yar oo 8 jira ama 9 jira hadduu kufri ku dhaco iyo gaalnimo ku dhaco madhab jumhuuri salaf saxa riddatuhu wa kufruhu waxay isku khilaafeen culimmadu ma markaasaa la dili oo gaalnimo loo dili mise intuu ka qaangaadhi baynu soo weynoon gaadaynaa waxaa loo batay maalinku qaan gaaraha xukunka laga oofin waxaan leenahay 2008-kii gaalnimad ku dhacday adoo ilmo yar oo weli qaan gaadhi maanta sabiye dowladood qaan gaadhi gaalnimadii ma ka noqon mise waan ku shaaruqanaa hadduu gaalnimada ka noqdo haddii waa khayr hadduu ka noqon waa la dili taqaddama sababu alxukmi wa ta'akharat alcuquba halkaas ayuu soo mar xanaabiladu inay waj qabaan baa xalay soo maray markaasaa la dilayay وتجري عليها احكام البلغ سمينا صمري اذا هذه مكلف بما اسد يعني علمه وشرط من شروط التكليف قدره وشرط من شروط التكليف مكلف بنين كان هين هذه قال لي ما كبد بادي واي شرط فرع ما حد كشيغيس الجهل والعلم وشرط فرعي شرط فرعي او من شروط التكليف marka ahliyatul mukallaf banin baan laga helin on gabi aan sabia bi ijma' al ahl ilm al mukallaf am ahin balle wa la takfirin yaani sahha kufruhu wa riddatuhu lakin iqabta dimmari iyo dimmari mays hada al iqab la dil wa tajri alay ahkam al murtadin sayd marka ugu horeen in baaliq oo mukallaf oo geysa waaweyn oo hirada barta joogto madaxuna cadaaday oo gaalnimo ku dhuflayn haya maxaa loola soo xaadiri jahli baa loogu cudurdaari hawsha inaad fahanteen oo laga soo nastay ila tahay haddaan aaban qabno oon marro jahli baa loogu cudurdaarayaa waxaan leeyahay tafsiilka fuqadaan maraynaa naashif fi daari alislaam qadiimu alislaam wuxuuna ku dhacay fil masaa'il kibaar kaafir baan leenahay warkiisu waa kooban yahay jahli in loogu cudurdaarayna way kuu soo caddeeyeen leanna waa maxay ninkaas waa qaasir mufarid muqasir mutamakin min alcilm فمن لم يرفع للعلم رأسا أصدق أطال أنك هو النوطة لما يتاقين فقد وركوض وسكا كوبيا علماء داسي مركا هو شوض ويسوق بقبيا وين أروريا محاكيني حالي واني سوى شيئني هبين أهر كهري سنة تلماني فقالوا أصل بكدو لهايان حكم كهدي لغو حلو وصفي وصفي كان أوسا منضبط أهين أما أوسا ظاهر أهين مذنة لو وريقة ما دام أتمكم العلم ومنات كيهي ay xujada ku qumayso ama kale ugu tagfiirin at-taqsiir uu yahay madarul xukmi at-taqsiir uu yahay taqsiirka iyo tamakunkuna waa wasfi iyo manaad aan muntabit ahayn nin walba taqsiir buu sheegan karaa nin walbana tamakun buu sheegan karaa taqsiirkaadu kaygo kala ma aha tamakunkaadu kaygo kala ma aha bilaadu isku cilmi ma aha culimmadu isku aqoon ma aha waddanku isku socod ma aha dadku isku caqli isku ra'yi ma aha isku fahan ma aha إذن اختلاف بين ضابط كان نوع عاصم أما صفة النوع عاصم أما وصف كان نوع عاصم وحنا غير منضبط هذو غير منضبط النقطين ما ظن أوري الفقهاء اللي هذا دار الإسلام قديم الإسلام كون المسألة ظاهرة جلية معلومة لدي بالضرورة وما ظن ظاهرة وما ظن التمكن من العلم كونها مسألة أي تي ظاهرة جلية معلومة من الدين بالضرورة وما ظن التمكن من العلم بها كونك في دار إسلام ومظنة العلم بأحكام الإسلام كونك آتي قديم إسلام ومظنة علم وتمكن للعلم والمعرفة مظنات كاسي حكمك كحلال أمثلة حالة ونصوش رح يدفع أنتين بيكون نقن ماي فقضوا باب كاسي كدو لها وركض ورس كعدوي الإمام الغزالي بوحوده هداد هوشة فهم ويدان فإن قيل فالكافر مأمور بالإيمان بالرسول وهو لا يعلم أنه مأمور به تكليفك وحالوش هذا علمي باتراده قالوا ما أنت كما ورقبان إن نبي محمد الرسول يعني لنا أمرئنا يرنبايا هذا أمر كورما وحيو قلنا الشرط
لابد أن يكون معلوما مأمورك شيء مأمور به عفوا شيء حكمك الله أمره إيمانا واعتقادا وجوبا وتحريما للسفر هاي شرط سواه أن يكون معلوما أو في حكم المعلوم بمعنى أن يكون العلم ممكنا إمكان بلا شرط يابور إمكان إن لأقي هاي أمل لأقان كرو هذا هو شرط أمل لأقان كرو هذه لدونه نين مال إسكفر إستو براق صديق وكوان الله إسكشار وقنهي أيام منظر كفري بلاي قد عاي مكلا وروح ما قرر من مهاي لحظم أسيقى لأن وضن إسلام بعد حجوه مسلم مسلم إسكي يقان وعضوهي بأن تكون الأدلة منصوبة والعقل والتمكن من النظر حاصلة حتى أن ما لا دليل عليه أو ما لا عقل له مثل السبي والمجنون لا يصح في حقه مستصفى في علم الأصول بالله خطاب التكليف كقها الله مجلة كبال لحنا يسقال سبحانه قبل وحن لنا هاي منادات كظاهر كي كحرم فقاده قدم الإسلام في دار يظهر فيه الإسلام ومظنة قيام الحجة عليك والتمكم العلم مظنة داسي وحكو حدان إن الإسلام كذوه الرئي وضن إسلامنا أدح جوقتا ما إسلامك أكمغضو وميل لغم لا يستنكر إن هذا حقان كرته داد دونته قيام الحجة مظنة سنو قفل وحكو يمد حداثة الإسلام وعدم مخالطة المسلمين إن هذا المسلمين أدام كل حديهمين وكل حدقمين أما وادا ويد بأطو إسلام تاي ووح لغم لا يستنكر إن الجاهل نقن كرتو مظنات كاسي وحكو حدين تصرف كاسنا من الفقهاء وتصرف وجيه وظاهر معقولة وحين صوت المانع أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة نيط الحكم بالوصف الظاهر حكمة هذه منتشر نقطي باهده أما أي قرصون تهي حكم كوحالوحرا وصف إيا إلا ظاهرة وصف إلا افتركيس إذا كان منتشرا أو غير منضبط نيط الحكم بمدنته مدينة حكم وان صوشر حين مثاليه وشاسي رقا هذا أن نهتاق هي كل صبعاء والدرس عمضة أسقط القاتين لكن طلبت وان سوفان إذن مرها دي مدينة ميشا لقوتنش أعرض عن الوصف بتاتا وصف هو اللي قوريقها هي وحا حكم كوريقها هي مدينة داس وركوا باسكا كوبايا هل مثال دان كون نقضة هبين كينا وان صوت الماني مثلا وحين صوت الماني ننكي ويركو هلا أما فالكو هلا فويردا إيا فالكا أوسمي وحا كردران إيا وحو حنبارتين رالي بكويا ننكي إلا إيا ويرد كفري أكو هلا أما فالكفري أسمي وحان لين هاي وأن أوقس الدي ويرد وحي حنبارتين معان رالي بعد كوتا هاي فأنت كافر مناتك هو حقيقة وقست يرضها مناتك هو سيقلبك وصف ظاهر كأنا والقول والفعل مجردا هدي إكره يماده الروح اللي قصب إله سبحانه وتعالى مذنة وحكم حرم إكره بأيمن النطق بالكفر وفعل الكفر ومحي ومذنة الرضا مركز نوس الدقن مذنة الرضا بالكفر وإن أذكوها شيء قال لهم أما أطفال قال لي ما أسمي شيء أيضو عند أهل السنة والجماعة أي فلك يفعلك يقولك في حد ذاته وكفر ياي هذا نوع حي الربان إن ظاهر كي بعض مسوس كوحنا يكفان سيا وحي كورنا يمرق قاركو ظاهر فلك يقولك ومدينة هي الرضا ما كان رضاك الله يمن وحنا دادان رالي كو أهين هي ما دان كو هذا شيء هذا رالي كو أهين ما دان سمي سين ما تيمز ما مقاد أن رضا أبقرقنا وحالنا فلك يقولك ومدينة الرضا هذا كما هل لأنه فلك سيسا قال لما من نقضى طوى أنه كسو فرح راني هذا مسألة الرضا وأنه كهل لنا وحالنا إنا قال لما كو هلاش وإلهي كو استيزاد أما النبي قاد عيد أما صنب أسجود أما قاد قرح أسجود وحي تسيسا وحن قاد طميسه إنا ترال لكو تهي المدينة والفعل والقول وصف إلا حوصنا ومحوى الرضا حكمك حكمك لكن تكفيرك حكمك هاي وصف ظاهر كيف فعلك يا قولك هذا عامل كليمات أنه بصنب الرضيه ماشا إنه كبحي
ma qowlkan ku dhaganaanaynaa iyo falka maya ikraah baa yimid ruuxii gaalnimo iyo fal baa kufri a lagu qasbay aakaa dhegta laga gooyo lagu qabtay maxaa lihadaada nabiga aad inay gaadinin oodan caayeen shan xabadoo isku barbar oo qiiqaysa kaa dusaysa meeloo ku baxsada ma hayo tabar ma hayo aakii dhegtay ka furan tahay ninku waa naxariis laawe indhihii baa gudoona waa dhar waa xanaqsan yahay idan gaalnimuu ku hadla nabiga buu caayay falka muuqaalkiisa waa maxay waa kufr laakiin maadaama uu yimid sabab kaloo sharci oo ikraah ah intafa rida intafa arida faida intafa rida intafa he waxaa aanfoobay inaaxatu lxukmi bilmadina xukumka takfiirka ahaa qowlka iyo ficilka ku xidhmayno maxaa noogu xidhaynin cilladii baaba meesha ka baxday waxaana ka saaray ikraah waynu isfahanay ila taawsha ayadaa dhan kale haddaan u dhigo masaladii safarka idinku celiyo waynu soo barannay ruuxa musaafirka salaada inuu gaabiyaa loo ruqseeyo ama soonkana iska afuro cillada afuritaanka iyo salaad gaabintu waa almashaqa cillada asalka ah maadaama dhib badan uu safarka aad kala kulmi iyo mashaqo iyo maxtarago iyo cadaab ilaahay waa kuu naxariisto waa kaa fudayay cilatu takfiif iyo cilatu lqasri alxaqiiqiya wa almashaqa laakiin mashaqadu iyo dhibku ma aha wasfi mundabit ah muxuusan mundabit u ahayn maqaadiirtiisa iskhilaafsan maqaadiru lmashaqaat mashaqada maxamed uu kala kulmay safarka iyo ta xasan kala kulmay islama eko nin baan safarkuba dhibin oo iska socdaba oo boorsada iska jiidan away xamar buu ka dhacay away dubay buu joogaa away wuxuubaa aaday jaynuu ka soo hadlay ninna markuu dhaha gaaris baan gaari sahay iyo buskud ii dubo oranahay buskud halay dubo nafti baa qaban isagoo dhan baa dhiidi wuu neefneefsan naftaa ka bixi matamisa ma aha dadku isku mashaqo ma ah safarku isku dhib ma ah boqor safarkii waxba ka yidhi diyaarad qiimo badan bu intuu qaato isaga dhan ba waa iska dalxiis xirigu hadduu safrana cagaan murux baa ku dhacaaya matamisa ma aha maadaama anwaacul mashaqaat fi lamkina xilliga jilaal haddii la safro iyo xilli amnaco qoraxeed ah iyo xilli doogada haddaad safarto ma isku mid baa war xilliyaha haddii laga eego iyo haddii dadka laga fiiriyo iyo haddii masaafada laga eegoba hee mashaqatu safari islama eko idan fa cilatu almashaqa hee ma aha cilla hee mundabita ma aha waa laga wareegay safar baa loo wareegay qasriga iyo fitriga iyo afurka waxaa lagu xidhay madinatu lmashaqa safar kasta waxaa laga malaystaa mashaqo kullu maa wujida safaru xukumkii baan helaynaa ee ruqsee lagu xidhay hadday mashaqadu meesha ka baxdo bijtihaadinaa wadaninaa xukumka dhici maayo hawsha aad loo fahmo haddaan dhahaa safar waxaan safray aan mashaqo lahayn baan safray haddaba saad ma gaabi lagaa dhagaysan maayo laakiin hadduu sharcigu yidhaahdo markaani mashaqadii waan riday safarku shaqayn maayo idaa intafa alcillatu cilladu hadday anfowdo xaqiiqatan u anfowdo batalat ilmadinatu laakiin xaqiiqa uma anfoobi karto iddicaa weeye sharciga markuu ikraaha ku riday ridihii qowlkii iyo ficilkii macnihiisa waa tegay laakiin mashaqadu iyadu maadaama ay mundabito noqon weydo xukunka waa laga wareejiyo safarkaa la saaray meel walbo mashaqo laga helo marka salaad la gaabin maayo xamaaliinta beerta ee raashinka rara iyo nimanka dhagaxa jabiya niman guryaha dhisa iyo nimanka beerta qoda iyo nimanka ee rafaadsan mashaqa laga hel ramadaan ma afuri karaa laakiin safarku isagu waa la afuri wa in lam takun fiihi mashaqa leanno mar haddii laga wasfiga mundabid noqon waayo oo xukumkii madinaa loo wareejiyo la ictibaarin maayo mashaqadan bicilada lagu noqon maayo idaa uqiimat ilmadinatu maqaama alwasfi lam yuctabar alwasfu fii nafsihi mar dambaa lagu noqon maayo ee hal mas'alun baa lagu kala tegiyo hadday cilladu dhacdo oo meesha ay ka baxdo bidaliilin sharciyan kaga baxdo madinadu shaqayn mayso leanno madina waxay ku dhisnay wasfigii wasfiga hadduu anfoobo bidaliilin sharciyan ku anfoobo madina laa cibrata laha laakiin hadduu ixtimaal iyo sheeko raqiisa ku anfoobo madinadu unbaa shaqayn taa waynu isla fahmay fuqahadu marka maadaama
مناط التمكن من العلم أما التقصير أوصن وصف منضبط أهين بلاد اسكو علم معها ضدك اسكو فهم معها علماء اسكو عدين معها اسكو شرح معها علم مال بيطرب كويا مالوا كويا رياي دارا إسلام كلا أود بدن إذن وعله آم منضبط أهين ويكوري فقهاء لأن أصول الشرع بكدولة محيوري مذنى ظاهرة دار إسلام كونك قديم إسلام مسألة ظاهرة معلومة جلية هؤلاء سوح كحرة هؤلاء سبوحون كل شقين هي القاس والله جان قاضي قبل قوض مركوامة هضي دعضه هضي دعضه مثلا أضو دار إسلام كسوكر مسألة أي مسألة جلية معلومة الدين بالضرورة أيتها هذانا إن له بصدوة قاضي أمن مفتأة بحد ذاتك كفرد شخصي كفرد معين إن ضابن التمكن أن لقاه الأي عداته وحان لينا هاي مدينة وشقين ميس والقاعدة ألا يترتب على المدينة حكم إذا قطعنا بانتفاء العلة هذين صمر هذين هبصن قطعا ضابط التمكن بأنه صن أصحين أو صن هجرين في شخص معين مذنة الشقين ميس مثلا الماء صار أقان قاربا بحبس الأدقاء جيل بالك قليل لو تنسن وكود حجري جيل كم يوح لغوش يقام ما ميلو ما تكلحي رم لها مركو سأصب بحي مدجري يوم كفر كوها الله ما تكفيرنا إنا مسألة كو خلد موام حي مسألة جلية ظاهرة أصابهم حكو سوكري في دار إسلام وقديم الإسلام إذن مدنة محقورنا إحلقنا كلي وحادع كرتين هذا الكائسة مدنة حكو حلو لكن إن فقه هذا أم قطنين كان لم يتمكن من العلم ما لكو شيء يتمجر هذا على حري لبا تنصنوا كجري محو هاي ألم بقية لبا تنجروا هذا مرخو صوبح أصابه عريستين هاي كفر وكب الله وري الله بكو غرغار سيته وري الله نوغ اله اله بكو حناقيب سو صبحي ثم دعي كرت اذا نينك نوع عاصا ما تكفيرنا هدان قبنا وي مسائل الشرك اله عيدي سي هولها سبابك سو غليان علماء قن سو غليان ما يان قبينه او عمل القلب او لابانيسا هوسا صوره قلب ما يتاغي وينو كو غرليين اي توسان نوغ جيدا وي دعي كرت ان ولاد وي نينكاني بحد ذاتي مركان ان ساري أن راجع صار هو سنة فيري نينك لم يتمكن من العلم مع كوني في دار إسلام وقديم إسلام والمسألة جلية وهو الجونية لأنه قاعدة وحياتي هذي ما ذنض هذي علاه أنفض التمكنك قطعا أو يقينا لم يعلق الحكم بالمذنة هذي نسوم رأيناي إكراه يرديه صفيرية صازو كلوي لكن وحي شرعي أنفي أم بأصو معتبرة وحي كاجتهادات يورب كفرا وحان ورانا اقود بينا او مسألة اسكاد بيارها وحالاقيا مرّك قاركو ان اذ ان بضان مقاشو دار اسلام ايا دار كفر او مال اسكاكا تالو دار كفر ننكي جوغا هوا لو عذر داري ننكي دار اسلام جوغانا هي لو عذر داري من في المسائل الجلية اذا كان قديم اسلامي حدونا اذ مقاشو ودالي مربو ودنكو هذا حكم اسلام لقم مامولين ninka ka taliyana uusan muslim ahayn wa daru kufr haday bulshada wadanka ku nool ay yihiin 99% muslimiin yihiin ninka ka taliyana uu gaal yahay midalan kenyo kale mooyki baaki meesho fadhi haddii muslimiin oo fadhi bulshada ku nool kenyo 99% ay gaal yihiin midalan daartu maxaleena waa xaqiiqo wa daru islam maxay maxa ka taliya حاكم مدحوين إسلام كتلي أصدق أمر كيسان الفولة نينك التلايزو أي فشو أي ودن كان مامولا أي ودن كباب يه ما كمركو النبي قد جوغي أي أبو جهل يه كتلين هايين أبي بن خلف كتلين هايين محي آي دار كفر بي آي محانا كوخوص نولا مسلمين باكو نبي كوكا عدد كنولا دار كفر وشرك بي بإجماع سلف وإلا قيسو هجرودي مسلمين مستضعفين كهر هي عباس كمدين مسلمين بدن با كهر الى لغا فرتي
مكة لقى فرتوي سنة كسيدات لفرتوي إجماع السلف الصالح ومحي إن دار كفر وشركنا أي حال مكية كتلنا أي كفار بكتلنا سي مسلمين مساكين وكنا راي خيبر يا كنا لا قال يهود مسلم كمان نورين محي أي دار الإسلام سوت محي تاي نبي محمد باكتلي وحكومة هوستي مادة ديارت تاسنا مورن ملها خيبرنا محي يحل النبي محمد يا مسلمين انت هيسين دار اسلام باتفاق السلف لان الحاكم مسلم بوه محمد والا فهم هذا راي جمهور السلف الصالح واذا دم ورغي سوور كو ديغا داي ودنكو كلبنكا كتليو كخغم يحي شاركو كلبنكا خدا ايا اسكلي وركو سدا سوي سدا ادو ادو غالودو مره هو اسلام بودنكو مره اسلام مره غالودو دولكو مره هو اسلام مره هو غالودا هو شو إلا فعله؟ لوك وحكو إسلامه هي بإسلام حاكمه وحكو قالوا بهاي بكفر حاكمه ونظامه هو شو أنت أسوي؟ عبر ملها بدنا شهب بالشدة كثافة عبر ملها هذين ودن اللي قلنا ليها مسلمين تبغوا كي وطبعا كيهين أيه ونا كتليا قالوا ما بغوا كي وسقاشنا أيه تاي ودن كان مقعي ودار إسلام دار الإسلام هذا يودن كقالة يهودي النصارى كتليا مسلمين تنا بقول كيف سجاشن يا سجال يا نصيين معي هاي وودن كريستان ودن نصارى يهود حكم كرعاية وركساسوي قاعدة مركم مغلو يهضنا وحم مغلها هي روح دار الإسلام كسو كري إيجوا هاي حكم لو عذر دار ما هي الجهل في مسائل ظاهرة روحي الدار كفكرنا ولو عذر داري كذب مناضات كبا اسكغا خلطان ودنك ان لوو حكومه دار وكفر اما لوو حكومه دار اسلام وحكم الذيس وحا وهي السلطه والنفوذ كل بانك كتاليا مساله الجهل يا عدم العذر بالجهل او العذر بالجهل وحو نكون يا اتمكن من العلم ما حنا اوجا جيده وحا لا يابا ادو دار كفر كسو كوري إن لو عذر دار بالجهل في المسائل الظاهرة ما حنوجا جينا حد يعي كرته وضن قالات جوكتها بمعنى قالها كتليس لكن مسلمين تبا وضن كوبضا علماء تبا روبا مساجد تبا فورا وحي اسدورشان عاصمة قالها مركز يمد المسلمين إليهن حق علمك إيو أقونت إسلامك إيو ظهورك شعائر إسلامك ما بجرانبا مركم حاسك تغناي ان ماشي كباك با كتلي مسخان ايغينا ماشي مس الجهل كجيرين اذا هل كان الله فيرني وين الاسلا فانا وش ايضا هذا اسلي اي حمر وحب اسمه دورشن حق اقونته يا علمك يا سومالي كوفيدا وي دوبن متى مزما ما اس دورشان كو حق جوا ماشن جوغا علمدي حق جرتي با تنا جوقتا ماشي انت لو شيغا انت لو شيغا مساجد حق كجر كو ولا اكبا كجر اما كبدان ما طيب زما ويسكو دوين تقريبا حنو جيدون ان واخ لا فهمه سيدي هادون مخو هاي سين جيم لو حسابته به مثال بروغ جيداي اذا هوش وحا ويه هوش وحي راعيسا مناط العلم ظهور العلم خفاء العلم بين راعيسا هوش وانا كلا فهمت وحان لينا مره دايرته وحا لغا يابا أن تكون إن نقط دار كفر إن نقطه من حيث الحكم وحق السلطة يحكمك أي نقط دار إسلام من حيث ظهور العلم والتمكن من العلم أو شو أنا إلى فهم ترى وش عميم جدا وي شخص ردمان وكفهم يقول ها تنزانيا حكومة مسلمة. من كان أني كاس تنزانيا شو أكتيد وامرتد. نمرتدوي
marka murtadiinta daartoodu waa daaru irtidaad daaru ridaa liyaada daaro gaalaba raacaysa warkooda inaga daar nimanka warkooda gabagabadu marka talabatu lcilmi waxaan rabaa inay labadaa masale ay kala fahmaan haddaad arto wadaadkule waa daarta waa daaro kufr wuxuu ka hadlahayaa cidda xukunta maamusho ka talisa ma muslimiin baa ka taliya inagu hadda markay muslimiintu waddamo gaalo joogaan shuruuc iyo qodobo iyo qawaaniin ay gaalada jirtay ku nool yihiin hadday gaaladu maalin iska xanaaqaan sanama fijin ma hayaan hadday iska xanaaqaan masaajid inaga xidhan waa inaan kala tuuri ammaan ayna siiyeen iyo tolnimo aynoo muujiyeen iyo xoogow kharash iyo biil ay naga qaataan iyo sumcad ay raataan howlahaas adugu jiwaar baan ku joognaa ma awoodteennaan kula noolahay muruq iyo awood aan leenahay iyo baawar aan leenahay kuma noolin kilkila duweyne iyagu ay nasriyaan baan ku noolahay matay mise ma aha islaam waxaa noqon daarta muslimiinta ay xoogay muruq ugu nool yihiin ee iyagu ay ka taliya ee looga dambeeyo ee kelimada fulaysa iyagu ay leeyihiin bulshada ku hoos nool gaalaba ha u badato muslimiintu minority ha noqdeen marka laga hadlay marka daaru kufri saasaa loo jeedaa xagga cilmiga iyo khafaaga waxaa u noqonaysaa duhuurka cilmiga iyo khafaaga isu qadiyada u laabanaya qadiyadaas marka waa in aad loo fahmo gabagabadu marka waxaan leenahay culummadu halkaas bay wax ku xidheen qadiyada baryahan dambe la celiyay in diraasu sunan oo sheekhu islaam ibnu taymiya kutubtiisa ku badan asagu wuxuu qabaa in markii sunnadu yaraatay cilmigu yaraaday ee cilmigu tago sida xadiidkii salam zufar can xudayf ibn yamaan aad garanaysaan oo kale la ilxaaqiyo xaaladihii fuqahu ay sheegeen ilxaaqaasi waa ilxaaq mujtahad fiya ah ilxaaq mansuusa ma aha min xaytu shari haddii adag kula qumanaatana raaci haddaysan kula qumanaynna muxuu aha raacinin haddaad qabtayba muxuu ahaa jahli cudurdaada ma afiyada almasaa'il say baa loo cudurdaari waaye aan mukallafa ina tan warkiiba jooji aa tira war la garta wey madaahibta indhaha lagu kala qaado waxoogu wax albaabahaas lagar gargarac baan oga jeeday marka lasoo ururiyo madaahibta fuqahada alarbaca labadaa madhab weeye tafsiil iyo idlaaq cadam alcudur biljahli fi lkufriyaan labadaa madhab baa fuqahadu ay qabaan madaahibta kale mujtahidiin mutlaqiina ay qabaan kabni xasm oo isagu aada moodo inuu idlaaq ahayo jahli wuu cudurdaaya fii kulli makaan waa gooni ibnu jariir oo tabari oo maalinkaad caqligaysa aad qaan gaadhaba haddaad ka jaahil noqoto muxuu aha ilaahay tawxiidkiisa iyo asmaa iyo sifaat jira ku takfiirinayana asna waa gooni nin walba asalku ka duwan yahay horaan baan soo ishaaray khulaasadu inahaas baan oga jeeday taqsiimka masaa'ishu waa taqsiim ku dhisan calal adilla ku dhisan wey fuqahaduna ay mareen baryahan dambe qolyo masaakiin oo celceliya waa madhab ahl bidac baan maqlahayay xalqa dhimman oo kuwan markaan tan dhambeeyay kadib ay dhammaanto aan caqidi doono baan qadiyada kaga hadli doonaa alimaamu shaafici baa taqsiimka iska leh fi risaala abu xaniifa iska leh maalik baa iska leh a'imatu ahli sunna waljamaca iska leh waxaad ibnu taymiya taqsiimka iska leh ee waxaad kala fahmi weydeen laba mas-uule wadaad buu ka hadlay markaan khulaasada hormariyo niman ahlulbidaca oo muctazila horkacahayaa iyo ashaaciro iyo waxay leeyihiin wixii ku saabsan alcaqliyaad masaa'ilka diiniga ah ee bimujarad alcaqli lagu garan karo bay usuuluddiin u yaqaanaan masaa'isha diinta ah ee bimujarad alcaqli lagu garan karo een sharci loo baahnayn waa usuuluddiin faman jahila aw akhta'a fiiha fahuwa kaafir waman akhta'a fi lfuruuci aw jahila laa yukafar furuucda waxaa ugu jira salaadihii waajibaadka daahirkaa arkaanu lkhamsihii waxaas dhan baa ugu jira ayagu marka wixii caqli lagu gartana waa usuuluddiin oo ninka ku khaldamo waa la takfiirin wixii sharcigu la yimid ee nabigu sheegay wuxuu nabigu sheegay sharciganu la yimidna waa nadariyaad cidna laguma takfiiriyo taqsiimkan waa baatil waana mubtadac waa madhab ahli bidac laakiin masaa'ilka in loo qaybiyo daahiri iyo jaliya bixasabi daliil waa in la kala fahmo waa muxuu hadda isolahayo lianna adilata daahira min alkitaabi wasunnati waijmaaci lumma duhuurka iyo khafaagu hadduu ku xidhan yahay bicibrati daliil min alkitaab aw asunna waijmaaci salaf hada waa madhab lam yakhtalif calayhi axad min almuslimiin in masaa'ilka daahira iyo jaliya loo qaybinayo min xayu daliil tay diidan yihiin ibnu taymiya uu leeyahy khawaarij baa mucsilaa bilowday oo jahmiya iska leh
ومذهب أهل البدع وكليها وإن لو قيبيه عقليات هي شرعيات لو قيبي عقليات هي نظريات وحي شرع السقي لقوم بقاله ببا وحي كتابك القرآن وكهل إيش أحكامه أما النبي وكهل أو مسلمين كإجماعين لقوم قاله لأنه هو شرعيات فنظريات وحي عقل لقوم قرن كونه إله إنه واحد يهي قادر يهي مخترع يهي خالق يهي هولها أن أغلب على قرن إذا نحن حقوق من عقلية دي ندريها لمن كان هو شضع عقل معها هذا النبي قد ينتو لي بأي وحفا إيدي ويدي مسكحة عن سكرات كاو حطريس لمن كان مذهب كذو هل كاسو كل إسانية شيخ الإسلام من تيمية أساقا كو تكفيري متكلمين أي علماء وأوين كو تكفيري وحكو خلدمين في مسائل من أصول الدين هذه مسائل خفية نقول لها يوعد دائلهم بولي وان قاردونا فكانوا مرتدين بولي لأنهم أخطأوا في مسائل الظاهرة من أصول الدين فكانوا مرتدين أصدقى قيمين هاي إمن تميم مرك مسائل قيمين بأركا هاي مرة ديدة مركا سكوة ريري وإذا أدها آد وقوة ريري وحكمة أنك إسكالي الأصول والفروع في مسائل الدين باكامدة وإذا أدوا اعتصامه فرقوا صنع رواقع يميلها يوروب إيا قلبيد إيا أفريقيا وريقوا سقراض أنا وأن مغلوا إليه وحباب بدعوه هذا كهر بأنه واقل يتكفير أن الله كريبا كنت جبصني وحركوا صنع فشل البيت وقت اللي هو فشل البيت تدوزن توق مئة تقريبا فوق مئة مش تريقي فوق ويكهر سانا بهو بيه تريقي كدك فوق يمن بابن آذي مركا تريقي بل كدك هذا دوزن تريقي بأن من تكفير أن الله كينا ولا النقاش مركاس يدهن مسائل كما إن لقيبي مسائل الظاهرة معلومة لدني بالضرورة هي مسائل هاي خفية من علم الخاص وحان هو تقسيم مبتدع إن متيمي كنت سأقود الضلي بحيء وكوع أي سوى رنبا أقود الضلي أيوة مساكيمة أن تبربضني أقول ملي موقت لبقى يزدى تبربضن ما هي أن أنت بانك كلا طول ريوتي أنا وذات كلا طول ريوتي مكتبات دار حد بانكو في جسنا ويح بانك كلا طول ري عرارية سوى نقوان كنو سوى نقوان واي وحيدا ورقان ادرينا حمر شيخ وينابا كالميسانا ان شيخ وينابا اصبع كمغنايين ورو كيني واي مال دنبان ان دنتو وادا وي دب كدعي اسلي كل دنتو اي كتر سنة ايا سنو سو نقدو وحبان سو هلي ان يربو سو قرقرتو كو قورن سو اورسد وداد كو سو دير انت ما دنتان قبانني بان لبا مجلو امتي ميلا بان كدول اخرين وحان كاتوتو عرر سو نقون واي وخي مركا دور 10 سنه كور لوو جباي ان ادبا تاغنات خلط وي ابن تيميه مسائل كان مره وقيم مره وديدا لكن مركو قيمن هينا وحو كهلهايا مركو ديدن هينا وحو ديدن ان تكفير كا يو كفر لو خرا بالعقل المجرد مسائل كعقليات كان وحو لو تكفيريو او شرعيات كان وحو لو تكفيرن اصل كاسو ديدن ياي وانا اصل من اصول البدع والخرافات ان مسائل كان لو قيب بحسب الظهور من حيث الدليل لو قيبينا وأصل كأولي من قدام لا أعلم فيه خلافا ونو كله بإجماع المسلمين أو خطأ بإجماع سوقورن هاي أو شافع أو قيبن هاي أو نعد البر أو قيبن هاي مسائل كا ومسائل علماء تنوى مع هؤلاء أهل البدع وإلا كلا فهمه هذا بالله توفيق.